أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمار، وذلك في التقرير الانتقالي لعام 2023 والعام 2024 والذي يصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل سنوي. عشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتورة ريم عصام بدير، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. أهلاً وسهلاً، صباح الخير يا أستاذ مايكل، وصباح الخير على مصر كلها. كل سنة وحضرتك طيبة يا دكتورة. حضرتك بألف خير، والشعب المصري فيه طيب وبألف خير وسلام. دكتورة، في البداية عايزين نعرف التقرير اللي بيعده البنك الأوروبي وبيمثلنا إيه، إحنا يعني بيفرق معانا إيه في الاستثمار كمصريين؟ الحقيقة التقرير الصادر عن البنك الأوروبي اللي أشرت ليه سيادتك في المقدمة بيشير إلى عدة محاور تم الإشارة والإشادة بأداء مصر فيها. هنبدأ بأول محور اللي هو محور الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء. والحقيقة مصر اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، رفعته النسبة حوالي 42% بحلول عام 2030. كانت الخطة قبل كده لحلول عام 2035. رفعنا مستوى الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة المستخدمة في مصر نسبة 42%، ودي نسبة عالية في وقت ممتاز من كوب 27 السنة قبل اللي فاتت، كانت الخطة دي وحققناها، ونسبة 42% أنا شايف أنها نسبة ممتازة جدا. الحقيقة الحكومة المصرية أطلقت العديد من البرامج اللي بتعزز طموح الدولة في هذا الصدد، اللي هو الانتقال إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بتشغيل عديد من المحطات التي تعمل بالطاقة المتجددة، وإيقاف الاستخدام المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وتدشين محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة والطاقة المستدامة. والحقيقة لازم نشير إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية. مصر تتمتع بأن احنا عندنا طاقة شمسية وطاقة الرياح، وهي مكونات أساسية لصناعة الهيدروجين الأخضر. لازم نشير إلى قرب الموقع الجغرافي لمصر الهائل، طبعا كنا بندرسه في المدرسة من زمان. مصر ليها موقع استراتيجي بيربط القارتين أو الثلاث قارات، أفريقيا وآسيا وأوروبا. ده القرب مصر للقارة الأوروبية، ده بيزيد التوقعات الاعتماد القارة الأوروبية على مصر في استيراد الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. فبالتالي معظم الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي بتكون على أن مصر بتقوم بإعداد بنية تحتية لازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وطاقة نظيفة. بالإضافة إلى مصر بدأت في القطاع المحلي الاعتماد على في الصناعات المحلية اللي هي كثيفة استهلاك الطاقة، نتحول تدريجيا إلى استخدام الهيدروجين الأخضر. فالحقيقة دكتور ريم مصر، برحب بحضرتك مرة تانية، صباح الخير. اهلا وسهلا يا استاذه مارينا، صباح الفل على حضرتك. اهلا بحضرتك. عاوزين نتكلم يا دكتور عن جهود الدوله ان هي تزود دور القطاع الخاص في التنميه. اكيد الدوله ليها قامت بعده اشواط وقطعت اشواط طويله جدا في ادماج القطاع الخاص ومشاركته، زياده تمثيله ومشاركته في التنميه بجميع مجالاتها. يعني كنا في الحوار الوطني، القطاع الخاص وممثلي الاحزاب والاطياف المجتمعي شاركوا في الابعاد الثلاثه للحوار الوطني، سواء كان بعد سياسي اقتصادي اجتماعي، وكلنا طبعا شهدنا اقرار وثيقه سياسه ملكيه الدوله بهدف، طبعا الهدف الاساسي ليها ان هو زياده دور القطاع الخاص ونسبه مساهمه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري تصبح 65% خلال ثلاث سنوات. الحكومه حطت خطط لبيع الحصص 32 شركة حكومية مملوكة للدولة، زادت نتيجة للنجاح في هذه الاستراتيجية، وصلت إلى 35 شركة لطرحها في البورصة المصرية. وأرجع لوثيقة سياسة ملكية الدولة دي استكمالا لخطة الإصلاح اللي استبداها الحكومة المصرية منذ سنوات، وزي ما حضرتك قلت في المقدمة، تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمار. زدنا تمثيل ومشاركة
القطاع الخاص في التنميه بقى الاقتصاديه وفي شكل اساس ملكيه الدوله، والتي بتهدف بشكل اساسي رفع معدلات النمو الاقتصادي لمستويات محققه لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار وزياده معدل النمو الاقتصادي وتمويل فرص عمل وخفض معدلات البطاله عن خلال تمكين القطاع الخاص. وبشكل اساسي انا بركز على توفير فرص العمل ويخفض معدلات البطاله، لان مصر طبعا فيها اشواط كبيره وده بيظهر بشكل اساسي في مساهمه القطاع الخاص. طيب دكتوره خليني اسال حضرتك، فكره توجه الدوله في الفتره الاخيره للتحول الرقمي واستخدام التحول الرقمي في شتى المجالات، وخليني اسال ده بيساهم كمان في زياده فرص الاستثمار في مصر؟ اكيد الدوله المصريه يعني في مواكبه التحول الرقمي والديجيتال ترانسفورميشن والفينتك اللي هو التحول في العالم كله، مصر دوله رائده في القاره الافريقيه وفي الشرق الاوسط، فاكيد هتدفع او يعني هتواكب ذلك التطور نحو التحول الرقمي. فدور كبير جدا ولاحظناه بشكل كبير في القطاع المصرفي، بتحول من قطاع كاشلس او جميع المعاملات بشكل اساسي بتحولها الى تبقى ان هي كاشلس او بنحولها عن طريق الاقتصاد الرقمي، ومعاملات عن طريق كلها معاملات بنكيه عن طريق الانترنت او عن طريق الموبايل اب. فيعني القطاع المصرفي قطع شوط يعني احنا كلنا لازم نشير اليه، والقطاع المصري كله حتى وزاره الماليه وبرضه المتحصلات الضريبيه ومصلحه الضرائب المصريه تحولت الى الفاتوره الالكترونيه والاقرار الالكتروني، فالمنظومه كلها بتتحول تدريجيا الى منظومه رقميه. ده بيزيد بشكل اساسي نسبه الاقتصاد الرسمي وبيقلل نسبه الاقتصاد غير الرسمي، لان هي مشكله كبيره الاقتصاد غير الرسمي، فلازم نحاول تخفيضه لانه بيشكل نسبه كبيره من الاقتصاد المصري. والحكومه المصريه عن طريق من احد ادواتها طبعا الحكومه الرقميه والمعاملات الالكترونيه، ده بيساعد ان نجذب تدريجيا نتحول من المعاملات من اقتصاد غير رسمي الى اقتصاد رسمي، وكلها بقى تحت مظله او الامبريلا بتاعت الحكومه الالكترونيه. ده بيزيد الحصيله الضريبيه، ده بيزيد طبعا بيقلل حاجات كثيره، يعني بيقلل تمويل الارهاب والمخدرات والمعاملات غير الرسميه، وبيزيد الامن والامان في المجتمع، فما يخافش المواطن ان هو يسمع ان انا لا انا كده هدفع الكتروني وهبقى كده لكل المعاملات الالكترونيه فكده هتزيد حصيلتي الضريبيه، لا ما تبصش ليها بمنظور ضيق، بص الى منظور اوسع بكثير، ان انت بتساعد الاقتصاد المصري، بتحاول بتوقف المعاملات غير القانونيه وغير الرسميه زي ما اشرت ليها، زي مثلا معاملات تمويل الارهاب وتمويل الاعمال التجاريه غير القانونيه. يعني دكتورة كمان شايفين طبعا تغير كبير، وكنت برضو عايز أسألك يا دكتورة على حاجة مهمة، فكرة أن وجود قانون بيحمي عملية المنافسة والدولة يعني أسنت قانون للحفاظ على ذلك وعدم وجود الاحتكار. طبعا الحقيقة صدق رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2022 لتعديل بعض احكام قانون حمايه المنافسه ووضع ومنع المنافسات الاحتكاريه. القانون ده كان موجود رقم 3 لسنه 2005، ولكن تمت هناك تعديلات عليه وتم نشره في الجريده الرسميه. والحقيقه المنافسه وحمايه صغار المستثمرين ووقف الممارسات الاحتكاريه ده بيساعد، خاصه احنا في وقت فيه تضخم وفي وقت فيه بعض السلع فيها نتيجة طبعا للسلوك الغير رشيد لبعض المنتجين أو التجار، فبيؤثر على سلاسل التوريد. فلما تدخل الحكومة وتصدر قانون فيه حزم وتعدل في أحكامه دي يعني أنا شايفة أن هي مبادرة قوية جدا، وفي الوقت المناسب والوقت الممتاز في وقت حساس جدا لحماية صغار المستثمرين ومنع المنافسة الاحتكارية. بتشوف السلع بقت متوفرة ومبقيناش عندنا اختناقات خالص في سلاسل التوريد لأي سلعة من السلع، كان عندنا مشكلة في بعض السلع والحمد لله اتحلت،
لان ده في ضوء المبادرات اللي بتقوم بيها الحكومه المصريه لاصلاح المناخ العمال، يعني الوصايه او التحكم والرقابه على الاسواق من اهم الحاجات اللي بيهتم بيها حتى المواطن المصري لما تروح تلاقي السلعه تشتريها وتلاقيها اول حاجه ان هي موجوده وتلاقيها بالسعر الحر وبالسعر العادل او المتبادل ليه. فالحقيقه ان انا بقول ان الحكومه بتخضع او بتاخد اجراءات حازمه، ودلوقتي بدانا نشوف انه بدات الحكومه تتخذ اجراءات مع يعني التلاعب او في السوق العملات او في السوق الموازي. فانا بشوف انه يعني التدخل بالقوانين هنحمي المستثمرين الصغار وهنحمي نشوف المستهلك كمان مزيد من النجاح والتقدم. بنشكرك جدا دكتوره ريم عصام بدير، مدرسه الاقتصاد بكليه التجاره جامعه القاهره.